ثانيا غياب الانقسامات داخل النظام كمان، دي نقطة مهمة، إن بعض النظم بتنقسم، يعني بص تلاقي مثلا راجل بينوشيه في شيلي، تبص تلاقي إنه داخل النخبة الحاكمة يطلع لك حد يعمل مشكلة، الراجل مجابي في، يعني مش عايز أدخل في أمثلة تانية عشان حضراتكم، بس عايز أقول إيه؟ إنه ممكن يكون من داخل النظام ناس ترفض بعض القيم اللي بيتبناها النظام، أو في تعارض مصالح فيخرجوا عليه، ده ما حصلش. وحتى لو موجوده مع شخص اسمه احمدي نجاد، لانه في بعض الناس تقول لك احمدي نجاد ورا كتير من الحاجات ديت، هو احمدي نجاد هو راجل مؤمن بالثوره ومؤمن بالدستور الحالي، هو كل الحكايه ان هو شايف ان في قوه واخده نصيب اكبر من نصيب، هو عايز اعاده توزيع القوه داخل النظام مش تغيير النظام. يعني خدني معاكم، يعني استفيدوا مني واستفيدوا مع الناس بتوعي. سهل ياسان دي مهمه برضه، ضعف التدخل الاجنبي، حروب الجيل الرابع بقى احنا بنتكلم عنها ديت، ان يكون في حضراتكم شفنا ان في بلوش وفي عرب وفي كرد وفي ترك وكلام زي كده، ايوه مين بيقلب الناس دي على بعضها؟ مفيش، مش حاصل بكثافه كبيره، ليه؟ برضه في سلطه باطشه موجوده هناك بتسيطر على عقول الناس، سواء بقى اعلام والحرب ومش عارف ايه، وايران في وضع حساس، لسه الراجل روحاني من 3-4 ايام امبارح اول امبارح كاتب يقول لك احنا الوضع الحساس والشعب لن يسمح بانه يكون في خونه وعملاء. فكر بقى فين الخونه والعملاء دول اللي هم عاده، يعني طبعا خونه وعملاء من وجهه نظر ايران، يعني فين الناس دي؟ مفيش، واضح انه التدخل مخابرات وتدخلات الاجنبيه ما عملتش دور كبير. ما هو البنزين فين؟ مين اللي يروح يقول لهم ده مبارك عنده 70 مليار دولار بره؟ ما هو انت، انا عارفين كنت ساعتها في امريكا، اول ما شفت الخبر ده مبارك عنده 70 مليار قلت بس الثوره دي هتنجح. عد بقى واحسب، وانا العربيه اللي كان نفسي اشتريها بقى لي 25 سنه ملعون، يا عم انزل يا عم ثوره وخبر، عايز فلوس بقى الرش بتاع، والبنت عايزه تتجوز والواد عايز يتطلق والحاجات دي، فعايز فلوس انت. مين بقى اللي يقول لهم ده خامنئي عنده بتاع 200 مليار دولار في بنوك سويسرا؟ وما فيش، مين بيلعب الدور ده؟ ما فيش حد. فعشان كده ما فيش تدخل اجنبي مناوئ للنظام القائم فعال، ممكن يكون موجود معرفش، يعني اديني فلوس وانا اعمل لك القصه دي، يعني عايز يطلع بالرخص من الايرانيين، ايوه ليها صنعه، يعني الناس دي ما هياش، يعني ياما شفنا اجهزه استخبارات بتتدخل في دول على هو هم نفسهم الامريكان لما حبوا يخلصوا من مصدق، شارع مصدق اللي في الدقي ده، ومصدق ده كان حاكم في ايران في الخمسينيات، بس كان ليه ميول اشتراكيه وامم صناعه البترول وكلام زي كده، فعملوا انقلاب ضده بفلوس، راحوا الناس انقلاب عسكري مشوا جابوا رضا بهلوي اللي هو بعد من كده حصل ضده الثوره.